احنا لو بعنا البيت والعربيات ممكن يسدوا اي حاجه ويخرجوا معالي من المصيبه دي. هو الحاجات دي كلها باسم معالي قانونا محجوز عليها. طب والحل؟ في حل اعتقد انه مفيش غيره. البنت ماهي المجنونه، انت ممكن تتجوزها وناخد فلوس. كفايه وسخه بقى يا نبيل. مش قادر. انا عندي مستثمر ممكن يشاركنا، هو الوحيد اللي عنده استعداد يدينا فلوس مقدمه نحل بيها المشكله، بس هو له شرط صعب شويه، انه يمضيك على وصولات بضعف المبلغ لحد ما عالي ما تمضي العقود ويرجع لك الوصولات تاني. لا 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 يا شهاب، انا مش موافق على كده ابدا. دي وصولات يا علي، يعني ما فيهاش هزار، فيها سجن على طول. ما تضيعش نفسك يا علي. وادي اخر وصل. انا اسف يا استاذ علي، كان لازم اعمل كده عشان اضمن حقي. حقك طبعا. مبروك، مستنيكم قبل ميعاد الوصولات عشان نمضي العقد. شكرا. نورت. شكرا. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. شرفت حضرتك. علي الحق، وليد خد معالي على اوضه في فندق وتقريبا هينفذ اللي احنا قلقانين منه. علي شويه. اخيرا. انا مستنيك تجيلي بقالي كتير قوي. وديني جيت. ده انا هوريكي جو رومانسي عمرك ما شفتي زيه في حياتك. وده فين الجو ده؟ في الاوضه. تعالي اوريكي. واحده واحده يا علي. واحده واحده يا علي. علي علي استنى يا علي. باشا يا باشا. علي باشا. علي باشا. علي علي يا علي اهدى شويه بقى. فين يا عم ام الاوضه؟ الاوضه اللي جايه على الشمال. علي والنبي يا علي انا عارف وعذرك، انت دلوقتي بتفكر انه بيعمل مع بنتك اللي بتعمله ببنات الناس، بس اسمعني علي. هو انت فاكر ان عيل زي ده عارف يضحك عليا؟ انا من اول مره شفته فيها وانا هرشاه وعارفه هو عايز ايه كويس قوي. اصل ربنا يكفيك بقى شر دماغ الستات لما تشتغل، وانا شغلت دماغي وعرفت انك زيك زيه علي. معالي دي حكايه قديمه، واعتبريني حلتها خلاص وتعالي ننسى اللي فات. يا اخي ده انا كنت قلت خلاص، ربنا رزقني بقى وعوضني باب حنين، واول ما اتعشمت فيك طردتني. قلت يا بنت الحمد لله، اعتبري نفسك حلمتي حلم بالغلط. لكن ازاي ده انت حتى استكترت عليا النحلة. وبعدين انت مالك قافش على وليد قوي كده ليه؟ ما انت زيك زيه، كلكوا صنف وسخ، اب بقى اخ صاحب، ما تفرقش. تخيل الرقاصة اللي محدش قدر يضحك عليها ولا يشتغلها. طب اديني فرصة اثبت لك ان كلامي صح، اني اصلح كل اللي فات. احبه بجد. مش هتقدر تغمض عينيك.